مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ معكم نايم من قناة نيمو. هذا الفيديو هلا رح اعرض لكم فيه البطل باس كامل، ورح اعرض لكم من الفائزين باخر الفيديو بالبطل باس اللي انا عامل عليه سحب كنت على الفيديو الماضي. شكرا لكل شخص اشترك بالقناة ودعمني وحط كومنت على الفيديوهات، كومنتات كانت كتير حلوة ما قدرت ارد عليها كلياتها لانه شايفين انتو شلون ابديت وما ابديت واشياء كتير كتير كتير. فهلا رح اشتري بطل باس وارجيكم البطل باس، واذا انت مو مشترك عندي بالقناة اشترك، فعل زر الجرس وحط لايك للفيديو، اكتب كومنت حلو. وشكرا لكم كلياتكم على الكومنتات وعلى الدعم اللي دعمتوني اياه بهاليومين يلي فاتوا. فيلا مشاهده ممتعه ومع بعض. مايا، ليش هيك مايا؟ طيب شبهها، هي مايا رح يكون سكن اسطوري، تقدر تعدل عليه ايديه ورجليه والبادي والكل شيء والشعر. هذا سكن رح يكون سكن اسطوري. ايه بوي، لا هذا الموسي صار بني ادم ها. والله بحياتي ما لعبت فيه بنوب جيم واحد يمكن من وقت هذاك السيزون السابع تقريبا لهلا. يلا لنشوف. واو، هاي واجهة البطل باس، هاي هدول العملاء ضد الاشباح ولا مين. سكن مياو اللي مو حلو بنوب، اللي شكله مو ظابط. و هون المهمات. اعرض لكم شغلات تانية صايرة مثل كول اوف ديوتي. كول اوف ديوتي نفس هيك بالضبط، في ماب وبتلاقي هون، وحتى ضايفين المركب مثل تبع لعبة كول اوف ديوتي اذا لاحظتوا هذا الشيء. شو هاي؟ هاي بقى بنشرحها بعدين، نشرح الاشياء كلها. كومينج سون، هاي لسه تشالنج. طف ايه شو ها؟ اوه المهمات صارت تنقسم، يعني هاي اسم المهمات هون ومهمات هون. اوه هدول بدهم شرح، استنوني لاشرح لكم المهمات. هاي البطل باص. واو ليك على هالمكان اللي حاطينهم فيه، حلو 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 والله. هاي اول سكين معنا، سكين مايا. هذا سكين مايا انا شفته انه بتقدر تعدل عليه. سكن الموزة ما في شي. اول ايموت عادي كتير. الصورة هاي حلوة حلوة. في باكس باك بلينك حلوة هاي تبع الموزة. موز موز موز. غنية ما رح نقدر نسمعها هلا. هي اوه حلوين هذول، بس انا ما بحب هذول الاكسات اللي بيجوا اثنين هيك مع بعض، ما بحبهم، ما بحس لعبي بطيء فيهم مدري ليش. حلو هاي صورة باك بلينك حلو. هلو نفس الاكس بس حاطينه على الشنطة، ما في شي جديد. موزة جلايدر، حلوة الجلايدر والله، حلو حلو. تعبانين فيه، تعبوا تعبانين فيه، بس بدنا نشوف الجرافيك. أنا مستني أشوف الجرافيك ونزلكم جيم بلاي شوف شو صار باللعبة. هاي صورة، هاي اللي عرضوها بالصورة تبع الصورة التشويقية، هاي كمالتها بقى، إن كانوا عارضين هذا الجزء وعارضين المركب بس، هاي هون بقى كمالتها كلها الصورة. أوه شو هالسكن، مستحيل اللعب فيها. كتير كتير بريك ضخم وما بيلعب فيه. باك بلينك حلوة. هذا الصاروخ، هذا الصاروخ نزل معنا بالصور التشويقية، يعني بعد كلها بصور تشويقية اخر شي بيطلع جلايدر، انه بيوقف عليه وبينزل. يعني اخر شي طلع جلايدر بعد كل هالتحميس، هاد قنبلة ونووي يعني مو طبيعي ليش هيك عملوا يعني. وهذا حلو، بس مشكلة ما بنقدر نسمع صوته، يعني ما بنقدر نسمع صوته. أنا بحب هدول الإكسات الكلاسيكية، هدول حلوين، يعني بيجي إنه شكله عادي ما فيها ألوان وأشياء وهيك، هدول حلوين بحبها حلوة. هاي حلو فالنتاين، حب وما حب. هلا أول جلادر معنا مثل الجلادر العادية تبع الديفولت، يعني بس ملونة، ما في شي يعني، ما في شي حلو يعني، غير هديك طبعا الشنطة اللي من شوي عرضتها.
سكن الموزة مرة تانية، سكن الموزة بوكس باك بلينك حلو تمام. هاي ايموت حلو، هذا الايموت والله هاي سكن، بس هيك يعني سكن ما في شيء. لكن المشكلة ما عم يعطوا لا ستايلات تانية وما عم يعطونا شيء فيه، يعني ما عم يعطونا شيء لا ستايلات تانية ولا شيء، عم يحطوا السكن مثل ما هو وبس. وصلنا لعند هذا السكين. بدك تختار بين جماعة الجوست والشادو، وعلى هذا الاساس بيعطوك لول السكين. هلا فهمت. هدول عملاء، هدول عملاء ما بيتغيروا خلاص سنن هيك. اما هدول يا جوست يا شادو مثل ما حكينا بالفيديوهات القديمة انه في رح يكون شخصيات منيحة ومو منيحة. تمام، هلا انا عن نفسي رح اختار اكيد الشادو، انه كتير حلو سكن الشادو. هاي كمان اكس تاني كمان ما في، كلاسيكي كتير عادي حلو. هاي باك بلينك، شو هدول فارتين. هذا كل هذا التشويق مشان اخر شي تطلع باك بلينك يعني. حلوة فارتين وقنابل، شو الهبل هاد. هاي حلوة لما تكون فات ببوكسات وتقطر قصة وبتشلش الناس اللي معك. هاي فاير سكيل، سكيل موزة والله صار له شخصية وليك له سلاح، صار خلاط، خلاط موز. الخنجر هذا حلو، في باكس، بخاخ، سبراي، جلايدر، خيال. هاي الجلايدر حلوة حلوة حلوة، بحب هاي الاشياء انا. هاي تبع النزول، هاي بانر، في باكس، صورة تبع القطة، فيها هون اشياء، هاي فيها شي، هدول هدول فيهم شي، مع الوقت نعرف شو هي. واو واو. حلو 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 هاد. مياو مياو مياو. حلو حلو والله، حلو كتير هذا الايموت. هون بقى بدك تختاره يا شادو يا جوست، وانا طبعا رح اختار شادو، انا شكلي مثبت على جماعة الشادو. عضلات ما عضلات. هاي جلايدر بس، هاي جلايدر بس انا شفتها بالترايلر تبع اللعبة انه بتشيلها مثل طاقية او قبعة يعني من على راسها وبصير بتنطوت عليها، ما بعرف شو شو السطر. هاي باك بلينك حلوة، فيها موبايل ولا نينتيدو هاي ولا شو. وهي عندكم هذا البانر، شو الايموت هذا كتير. بس ليش في شي مكتوب فري؟ صح صح صح، الفري اللي هو بدون بطل باص، يعني لو ما كان معك بطل باص بتقدر تاخدها. هلا فهمت. هاي هاي الشادو، هاي تاني اكس معنا مو كلاسيكي، بس يعني مكترين الاكس اللي هو بايدتين بنحمل، يعني ما حلوين ما بحبهم انا. زول كمان قلوب نفس اللي قبله، ما في شي جديد. هاي مكان جديد، هاد مكان جديد بالماب. كمان جلادر تبع الديفولت بس عليها الوان، ما في شي جديد. سكين الموز، طب شو سكين الموز يعني، شو شو شغلته، ليش كل هاد يعني؟ والله مو سكين هاد، يعني سكين الموزة مو سكين، ما بيلعب فيه اصلا، مو حلو بنوم. ثلاث ستايلات له، شو 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 الوضع يعني، ليش هيك؟ هذا سكين بقى بدك تختاره يا شادو يا جوست. طبعا انا رح اختار الشادو، شيء اساسي هذا الشيء. انا خلاص من جماعة الشادو. هاي ما هاي بس بنلعب طرة او نقش وبنعمل عليها تحديات. هاي سبي كمان جلايدر ديفولت ما عليه شي، بنانا واصفر سخيف ما عليه شي. هاي نزول، هاي اكس حلو، هذا الاكس كلاسيكي بحب هيك شغله. صورة تبع تيرمية، البانر هذا حلو كتير.
كمان في اكس حلو، هذا حلو كتير. هذا رقصة او لا نغمة يعني. بانر في باكس ما في شي. باك بلينج حلوة صغيرة كمان. بانر كمان. شو هاد والله غريب، ليش الوان حلو هذا اللي شغال. وسكن تير 100 اللي هن الناس قالوا انه تسرب على انه سكن اورو، سكن اورو اختفى معنا ما تبين، ومستحيل تعرف بداية السيزون شو التير 100 او شو السكنات رح تنزل بالبطل باس. هذا الشيء مستحيل غير اذا الشركة نزلت صورة تشويقية واضح فيها هذا الشيء، يا اما شادو يا اما جوست. لا هذا اكيد شادو، فانا من جماعة الشادو. بس هيك عرضنا البطل باس كامل وورجيتكم هون شو اللي حيكون، والمهمات هاي ما بعرف شو هاي. مهمات رح تكون بهي الشكل مثل المظاهرة امامكم. طلع اعرض لكم كل المهمات واحدة بوحدة واشرح لكم كل المهمات السيزون هاد، وكل اسبوع رح اشرح لكم اياها. فهيك نكون خلصنا احنا البطل باس، وهي اللوبي هون امامكم. بس هذا السكيل لحد الان يعني ما في تعديل، يعني ما في مثل المظاهرة امامكم ما في تعديل. شوف المقطع الاخر مشان تعرف مين ربح بالبطل باس. مثل ما حكينا بداية الفيديو انه باخر الفيديو هاد رح تشوفوا الفائزين. الفائزين ان شاء الله على هذا الفيديو شلون رح يربحوا وشلون رح يتم السحب. باخد هذا الفيديو انا، باخد الرابط تبعه هون، وبعمل سحب عشوائي على الكومنتات من خلال هذا الموقع. هذا الموقع لما احطه هون بجيب لي الكومنتات كلها مع فلتر، يعني كل شخص معلق اكثر من كومنت ما بيطلع له غير كومنت واحد، يعني ما في بالتعداد كومنتات. فمثل المظاهرين انا عامل ان شاء الله سحب لشخص واحد. هلا رح نشوف مين هذا الشخص اللي رح يربح البطل باس. مندوس هون على ستارت. الرابح معنا البطل باس اللي هو ألس السيد، اللي هو اسمه كاتب امينيلاس. تمام، هذا الشخص اللي ربح معنا البطل باس لليوم. بس في ناس كتير تاني علقت لي الصراحة وحطت لايكات وهيك، ف والله ما بعرف شو احكي. خلص خليهم اثنين لعيونكم، والله ما بيغلى عليكم شيء. شخصين رح يربحوا معنا البطل باس اليوم. اول شخص اللي هو امينيلاس او الس السيد، ما بعرف شو الاسم، كاتب كومنت كمل يا اسطوره. والشخص الثاني اللي معنا رح يربح اللي هو مصطفى اتش دي اتش اس، اللي هو كاتب الابك تبعه مازن فوزي، وهي على اليوتيوب مصطفى اتش دي اتش اس. مبروك لك البطل باس يا مصطفى. هي هيك شخصين معنا ان شاء الله لليوم ربحوا البطل باس. بحب لكم الف مبروك وشو رايكم انتو حاجه؟ رح نربح شخص ثالث. والله العظيم دعمكم هاد كان بالنسبة إلي مو طبيعي، والتعب اللي يعني الصراحة والملفات اللي جمعته والفيديوهات وكل هذا الشيء اللي أنا عملته، لقيت عليه اشتراكات ولايكات وناس كتير حبت الفيديوهات وشفت كومنتات كتير حلوة ما قدرت رد عليها. فمشان هيك لح أعمل سحب لشخص ثالث. الشخص الثالث اللي معنا اللي هو عمار بيورا، ما اللي كاتب كومنت ان شاء الله افوز بالبطل باص. والله انك افضل يوتيوبر، هي اسمي على بلايستيشن، وهي اسمي على انستا، وهي اسمي على فورتنايت. كاتب كل شي بيانات، هذا هو الصح. لما انا اعمل سحب هيك لازم ينكتب كل شي بيانات عنه مشان اعرف اتواصل معه ويتواصل معي. هذا الشخص هي اسمه هون على اليوتيوب اسمه عمار. فهيك ثلاث اشخاص والف مبروك، وكنت عامل حسابي على واحد وصاروا ثلاثة. بحب لكم الف مبروك كلياتكم، اللي هو امينيلاس الس السيد ومصطفى وعمار. الف مبروك لكم كلياتكم، يا تواصلوا معي اما انا بتواصل معكم. مثل هذا الشخص كاتب الانستا تبعه وكل شيء كاتب بيانات، هذا الشخص رح اتواصل معه. بس الاشخاص الثانيه مو كاتب شيء غير امينيلاس وكاتبين الابك تبعه، فالمفروض يكتبوا مثل هذا الشخص كل شيء بيانات عشان اعرف اتواصل معه. على الانستغرام تحت بالانستغرام تبعي عفوا تحت بالوصف بالديسكريبشن، فوتوا وحاكوني ان شاء الله ما بتكونوا غير رضيانين وربحانين البطل باص.
ان شاء الله بس لوصل لألف مشترك او اكتر رح جيب كود الايتم شوب اللي هو رح يكون باسمي. ان شاء الله لما انتو تاخدوا هذا الكود الايتم شوب تستعملوا، انا بيطلع لي مصاري او ارباح من شركة يوتيوب، يعني مو من شركة يوتيوب، هذا ايبك من فورتنايت، ما عرفت احكي لسه هلا صحيان اعرف، مهم بيطلع لي ارباح. انا هاي الارباح ان شاء الله لحطة لكم كل يوم تنين، لح اعمل سحب على $10 او $20 حسب لشخص او شخصين كذا شخص. كل يوم تنين لح نزل فيديو سحب على هاي المصاري اللي حتطلعني من فورتنايت ايبك جيمز لإلكم كلياتكم. وهيك مخلصنا وعرضنا البطل باس وعرضنا 3 فائزين مكان فائز واحد. الف مبروك لإلكم، وياريت تتواصلوا معي، وشكرا على المشاهدة اذا كملت المقطع للآخر، ولا تنسوني من الاشتراك، تفعيل زر الجرس، وحط لايك على الفيديو، وبرعاية الله.